يبدأ يوم غد الخميس ولغاية الأربعاء الثالث من شهر أكتوبر المقبل عرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية لمحافظات المملكة الأربعة. وفي نشرة سابقة بيّن المستشار نواف عبد الله حمزة المدير التنفيذي لانتخابات 2018 التفاصيل المتعلقة بعرض الجداول وآلية إضافة أو تعديل البيانات في جداول الناخبين. حقيقة الأمر أن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يوم غد الموافق 27/9/2018 سوف يتم عرض جداول الناخبين لمدة 7 أيام طبقا لما هو منصوص عليه في القانون لغاية تاريخ 3/10/2018، وبيكون ذلك من خلال اللجان الإشرافية في المحافظات الأربع في مملكة البحرين. عندنا المقر في محافظة المنامة مدرسة خولة الثانوية للبنات، وعندنا في محافظة المحرق مدرسة الهداية الخليفية للبنين، وعندنا في المحافظة الشمالية مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، وأخيرا عندنا في المحافظة الجنوبية مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات. طبعا بيكون العمل من الساعة الخامسة بتفتح من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة، وعندنا أيضا وسيلة أخرى للتحقق من التأكد من البيانات ومن الاسم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني vote.bh، واللي إن شاء الله بنفتح الخدمة وبتكون فعلية حق جميع المواطنين من الساعة 12 الفجر إن شاء الله اليوم. خلال هذه المدة 7 أيام من الممكن لأي مواطن أنه يتقدم بطعن إذا تم رفض على سبيل المثال طلبة في إدراج اسمه في جدول الناخبين، وكذلك في موضوع تصحيح العنوان. في خلال 3 أيام من هذا الاعتراض تفصل اللجنة الإشرافية في ذلك الأمر، إذا لم تفصل فيعتبر رفض ضمني، وأيضا نظم القانون هذا الموضوع خلال 3 أيام من بعد هذا الرفض سواء كان ضمني أو سواء كان صريح أيضا له أن يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال 3 أيام، والمحكمة تفصل في هذا الطعن خلال 7 أيام، ويصبح الحكم في هذه الحالة نهائيا غير قابل للطعن.